ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء، ومعانا فقرة بتهم البيوت، ودايما احنا بنجيب لكم كل ما يهم الأسرة المصرية في برنامجكم هي وإيدم. كتير من الآباء أو كتير من الرجال بيتفرجوا عليا دلوقتي نفسهم يتقال لهم كلمة يا بابا، ولكن بيبقى عندهم مشاكل. المشاكل دي هم مش بيبقوا عارفين حلها. كتير منهم بيلجأ للعمليات الجراحية وأيضا للأدوية الكيميائية اللي بيصرفوا عليها مبالغ هائلة جدا، وأحيانا ما بتجيبش نتيجة، ولو عالجت حاجة بتضر حاجة تانية قدامها. العالم كله دلوقتي اتجه للطب بالأعشاب، وده طبعا منذ قديم الأزل ومنذ أن بدأت الخليقة وإحنا بنتداوى بالأعشاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا برضو في عصره بيتداوى بالأعشاب. الأعشاب فيها ميزة إن هي لو ما نفعتكش مش هتضرك، ملهاش سايد إفكتس أو آثار جانبية. ولأن كثير من حضراتكم نفسه يسمع كلمة بابا، فالنهاردة جايبين لكم حلول مميزة جدا وبسيطة جدا وفي متناول الجميع. هنعرفها من الدكتور اللي منورنا ومشرفنا، دكتور مصطفى علي، صاحب شركة العالمية جروب للأعشاب الطبية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني بجد حضرتك منورنا، وطبعا زي ما قلنا في المقدمة بتاعتنا إن فكرة إن الزوج لما بيتجوز ويتأخر الحمل شوية ويكون المشكلة عنده صحية، قد إيه بيكون يعني متوتر وقلقان، وطبعا بتمس رجولته والموضوع بيبقى مضايقه جدا. فعايزين حضرتك بقى تقول لنا الحلول السحرية المقدمة من العالمية جروب للمشاكل الزوجية، وأهمهم مشكلة العقم. هو حضرتك دلوقتي العالم كله ابتدى دلوقتي يرجع للطبيعة اللي هي الأعشاب الطبية. يعني الكيميكالز والأنتيبيوتيك والحاجات من ديت بوظت حاجات كتيرة جدا في المجتمع. فإحنا دلوقتي لجأنا للأعشاب اللي هي الطبيعية، اللي إحنا في دلوقتي ناس من العالم يجي مثلا يجي يقول لك والله إحنا مثلا بنحب مثلا الكيميكالز أنتيبيوتيك دي بتصلح عرض لكن بتجيب مرض بعد كده. بالظبط. ماشي. لكن إحنا لقينا إن الأعشاب الطبيعية دي هي أنسب حاجة لصحة الإنسان. ماشي. يعني مثلا زي منها العسل، حاجات موجودة في بيوتنا، العسل النحل، الجينسينج، النبات الكافور، الزيوت الطبيعية، دي كلها حاجات بتنشط الجسم وبتنشط الصحة العامة، وما بنلجأش ولا الأدوية ولا لأي شيء من ده خالص. بالظبط. وموجودة في بيوتنا كلنا. وموجودة في بيوتنا. مظبوط. لكن الأدوية بتدمر حاجات كتيرة جدا، من ضمنها الكبد، الجهاز العصبي المركزي، بتدمر الجهاز الهضمي. مظبوط. هو طبعا لازم نلجأ للحاجة اللي هي الطبيعية. طيب احنا بقى عايزين نعرف من حضرتك، العالمية جروب عملت دواء مميز جدا، الدواء ده لعلاج العقم. مظبوط. الدواء ده بقى عبارة عن ايه يا دكتور؟ يعني كل مركب فيه وخصائصه وبيفيد ايه وبيعالج ايه؟ عبارة عن عسل صدري جبلي. ماشي. مع حبوب لقاح، مع جنسج اللي هو الكوري اللي هو الأحمر. ماشي. مع نبات اسمه شرش الزلوع اللبناني. شرش الزلوع اللبناني ده مشهور جدا في لبنان، لكن مش بتستوردوه حضرتك؟ بنستوردوه من لبنان. جميل. أوكي. جميل. ماشي. والخلطه دي بتتعمل بنسب معينه. ماشي. وبيتاخد مثلا منها معلقه الصبح مع معلقه قبل ما ينام. هو طبعا الحاجات الاعشاب بتحتاج صبر شويه. يعني في ناس بتبقى عندها استعجال، يقول لك والله احنا بناخد دواء بقالنا فترات كبيره وبنعمل عمليات، وكل ده اساسا ليه اثار جانبيه كبيره جدا. ماشي. الحاجه دي ممكن هو هيستخدمها مثلا من 3 شهور ل 6 شهور، هتجيب معاه نتيجه كويسه جدا وبدون اي اثار جانبيه خالص. يعني الوصفه دي يا دكتور، بس اكيد بقى انتوا في العالميه جروب بتعملوها برسبي معين او بتتاخد منها نسب معينه؟ طبعا. او نسب معينه. بتتحط منها نسب معينه وبتتاخد ببساطه جدا، ممكن مع كوبايه لبن خالي الدسم او كوبايه ميه دافيه. ماشي. وطبعا مع الاهتمام بالتغذية وعدم التدخين. يعني التدخين ده مشكلة كبيرة جدا، كارثة. للإنسان، للسيدة أو للرجل. يعني التدخين ده أساسا بيؤدي لمشاكل ضعف جنسي، وبرضه العقم، ومشاكل في القلب،
فكل ده بيأثر على الصحة العامة، ما دام الصحة العامة اتأثرت يبقى الحاجة دي هتتأثر بيها أو كده. بالظبط. ماشي؟ وما نقولش برضو للناس اللي هي تستعجل، يبقى عندها صبر شوية في الأعشاب. مظبوط؟ لأن العالم دلوقتي في ألمانيا وفي أمريكا وفي إيطاليا كلهم ابتدت اتجاهاتهم دلوقتي كلها للعلاج بالنباتات الطبية. ممتاز. مظبوط؟ لأن النباتات الطبية دي لها تاريخ. يعني عندك أنت الطب العربي، الطب الفرعوني، الطب النبوي، كل دي كلها كانت بيعالجوا بالنباتات اللي هي الطبيعية. وكانت فعاله وكانت بتجيب نتيجه كويسه جدا. بالزبط. فالعالم الكل دلوقتي ابتدى يتجه للحاجات دي دلوقتي. ممتاز يا دكتور. طيب حضرتك بقى في العالميه جروب، طبعا المشاكل بتاعه الزوج لما بيتجوز مش مجرد عقم بس، ده احيانا بتكون في العلاقه الحميمه نفسها. مزبوط. فحضرتك ايه اللي بتقدموه من الشركه العالميه جروب اوكي لعلاج هذه المشاكل، وايه هي المشاكل دي؟ هو في ثلاث مشاكل بينحصروا عند الراجل. مزبوط. اللي هو الضعف، سرعة القصف، قلة الحيوانات المنوية. تمام. كل من دولت حاجة بيبقى ليها علاج بالأعشاب. مظبوط. يعني الضعف ده مثلا بنشوف التاريخ بتاعه إيه الأول، هل هو مدخن، نظام التغذية بتاعته إيه، مفيش ممارسة رياضة، الحاجات من ديت، فبنقدر نحدد إيه المشكلة بالظبط وبنقدر نعالجها بالأعشاب. ممتاز. مظبوط. وطبعا إحنا بنبعد كل البعد، يعني مثلا في بعض المراكز بيحطوا مثلا مع بعض التركيبات ديت حبوب زي الفياجرا، زي مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها خطر جدا على صحه الانسان. طبعا طبعا. وبتسبب مشاكل جامده جدا. يعني انا بتجه للاعشاب عشان دي حاجه ناتشرال ومش هتضرني. مزبوط. يروح هو حاطط لي حاجات كيميكلز عشان يعلي من قيمه المنتج اللي عنده. انا فاهمه. او ايه يعني المنتج ده يجيب نتيجه سريعه، بس طبعا اكيد بيضر بالكبد وبيضر بالكلى، ما بيحسش. أيوة. بيه غير على المدى البعيد. ايوه يعني هو تاثير الدواء ما بيبانش في وقتها، لا بيبين على المدى البعيد او كده. ممتاز. يعني حضراتكم عندكم حلول كامله لكل امراض الذكوره. طبعا اكيد. ممتاز. الحمد لله. ممتاز. طبعا المشاهدين الاعزاء اللي بيعاني من اي مشكله، ارقام الشركه العالميه جروب موجوده على الشاشه، حضراتكم اتصلوا في اي وقت هتلاقوا المنتجات اللي انتم محتاجينها وباقل تكلفه وحاجات فعاله وحاجات طبيعيه. يعني لو ما بتنفعش ما بتضرش، بس ان شاء الله تنفع، وان شاء الله كل اب او كل زوج بيتمنى يتقال له كلمه بابا ان شاء الله باذن الله يسمعها. طيب يا دكتور، انا عارفه ان الشركه العالميه جروب مش بتقدم بس مجرد او مش مختصه فقط بامراض الذكوره، لا ده انتوا دخلتوا في مجالات اخرى بتهم كل شرائح المجتمع، وهي علاج للتخسيس، في كمان لتساقط الشعر. عايزه حضرتك بقى تكلمنا عن كل المنتجات اللي بتقدموها في العالميه جروب. يعني احنا عندنا التخسيس، عندنا مشاكل القولون العصبي، مشاكل البشره، الخطوط البيضاء اللي في الجسم للسيدات. الخطوط البيضاء دي ملهاش حل. وفي برضو عندنا اللي هي مشاكل اللي هي فيروس سي. مظبوط. دي برضو احنا بنعالجها عندنا برضو في المركز وكده. مظبوط. هي معظم الحالات كلها احنا بنعالجها بالاعشاب الطبيعيه. أيوة. لكن في حاجات رئيسيه المركز نجح فيها جدا. ممتاز. زي مشاكل التخسيس، مشاكل تساقط الشعر، المشاكل الجنسيه بجميع انواعها. ممتاز. ماشي. فالحمد لله، يعني احنا نعتبره محققين نجاحات كبيره جدا حتى في الفترات اللي فاتت دي، السنين اللي فاتت كلها. طب يا دكتور بقى قول لنا وصفه جميله كده للتخسيس، السيدات اللي بتتفرج يعني يبقوا فرحانين بالحلقه. هو بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو في نوعين من التخسيس، في تخسيس مناطق وفي التخسيس العام. وهو التخسيس عامه بيبقى في الاول وفي الاخر موضوع نفسي، يعني في انسان بيبص في المرايه بيلاقي نفسه تخين والناس شايفاه مش تخين. فعلا. وفي واحد الناس شايفاه رفيع، ان هو شايف نفسه رفيع والناس شايفاه مش رفيع. فعلا. مظبوط. فاحنا بنقول الوصفه مثلا اللي هي لو هنقول مثلا للتخسيس العام، التخسيس العام اول حاجه احنا بننظم في الاكل، ده رقم واحد. لان الاعشاب عليها عامل 60% والاكل عليه عامل 40%. ماشي. بننظم مثلا في اكلنا، ده رقم واحد. اما الوصفات اللي هي العشبيه اللي احنا مثلا هنقولها مثلا دلوقتي او كده، يعني احنا مثلا في حاجه هنا اسمها لو جبنا مثلا 10 جرام مرمريه مع 10 جرام رجل الاسد مع 10 جرام الوف السباع وطحناهم. مظبوط. وشربنا من خدنا منهم مثلا معلقه صغيره الصبح، نغليها طبعا الصبح على الريق، وواحده قبل العشاء. مظبوط. دي بتخسس بالظبط في الشهر من 10 ل 15 كيلو. فعلا فعلا. دي 10 جرام مرمريه. اكتبوا يلا، جهزوا ورقه وقلم. 10 جرام مرمريه و10 جرام ايه؟ رجل الاسد. رجل الاسد دي هلاقيها، رجل الاسد دي ممكن بتلاقيها عند العطارين. تمام. والوف السباع.
ألوف السباع دي كلها، الحاجات دي كلها متواجده عند العطارين عادي ولا لها تاثير على ضغط ولا كلى ولا اي حاجه من دي، اي حد ممكن ياخدها. نطحنهم نغليهم ولا بينطحنهم وبعد كده بيتاخد منهم معلقه الصبح ومعلقه قبل العشاء، يعني بيتاخدوا كده كباودر اوكي، بس يفضل يكون على معده خاويه تمام، يعني مش معده مليانه، يعني يفضل قبل الاكل مثلا بربع ساعه او نص ساعه او كده. دول لو مشينا عليهم بيخسس كام كيلو يا دكتور؟ ده بتجيب معاكي من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر. من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر. انا اول واحده اعملها. بس لازم برضو هنتبع معاهم نظام غذائي صح. اوكي. نبعد برضو عن الحاجات المقليه، نبعد عن الدهون، الحاجات اللي هي الفاست فود والجاست فود، الحاجات اللي هي الاكلات اللي هي الوجبات السريعه دي اخطر حاجه على الصحه. مظبوط. نبعد طبعا عن الحاجات اللي فيها صلصه والحاجات من ديت وكده. لو اتبعنا الحاجات ديت مع نظام رياضي بسيط، مش بنقول مثلا الانسان روح جيم او روح هنا او روح، لا، ممكن النظام الرياضي مثلا يبقى المشي، امشي مثلا نص ساعه مثلا، نص ساعه في اليوم، ربع ساعه في اليوم. ممتاز. ويفضل برضو المشي اللي احنا بنسموه المشي بهروله، عشان اللي هو المشي السريع. اوكي. يعني في ناس تيجي تقول لي والله احنا بنمشي مثلا ايه على قدنا، لا، هو هتجيب نتيجه بس هتجيب نتيجه 10%، لا انا عايز اجيب نتيجه كبيره. تمام. بنسبه 60 70% او كده. ممتاز ممتاز. مظبوط. طبعا في حاجات تانية برضو اسمها كريم، اللي هو كريم السلوليت، اللي هو ازاله المناطق الزايده في الجسم. ممتاز. مظبوط. ده يعني بتقدموه في الشركه؟ بنقدمه برضو في الشركه. ممتاز. وفي حاجه تانية اسمها كبسول عشبي بيتاخد، يعني مثلا التخسيس، الناس اللي هي بتزيد في الوزن بتبقى عباره عن ايه؟ ان هم مثلا في ناس بتاكل كتير او عندها الهرمون بيبقى زايد شويه، فاحنا مثلا الـ الكبسول ده بيعمل حاجه اسمها استعدال للشهيه. استعدال للشهيه يعني بيستعدل الشهيه، يعني ولا بيخلي الشهيه مفتوحه قوي ولا بيخلي الشهيه مفتوحه قوي. مظبوط. بيخليها في المتوسط، يعني الانسان ياكل في المتوسط. ده مش بيأثر على المخ يا دكتور ولا اي حاجه؟ لان لا لا كانوا بيقولنا دايما الكبسولز اللي هي يعني الشوكوتال والسلماكس والحاجات دي كانوا بيقولوا كل دي بتأثر على الجهاز العصبي المركزي، بتعمل اكتئاب وبتعمل توتر. أيوة عصبي فعلاً. وبتأثر جدا جدا على الصحه العامه بالنسبه للسيد. لكن الحاجات الناتشرال دي مش بتأثر وبتظبط لنا الشهيه بتاعتنا. ملهاش اثار جانبيه. العشبي لو ما فاتش ما بيضرش. ممتاز ممتاز. مزبوط. طيب الكبسولز والدهان، كل الحاجات دي موجوده في العالميه جروب. مظبوط. اي حد عايز يطلب الحاجات دي، حاجات ناتشرال، حاجات ملهاش اي سايد افكتس، موجوده في العالميه جروب. طيب بالنسبه لتساقط الشعر يا دكتور، عايزين بقى وصفه برضو سريعه كده. تساقط الشعر برضو بيبقى راجع لماضي قديم. ايه الماضي القديم ده؟ استخدام الشامبوهات الكيميائيه اللي احنا بنستخدمها على الشعر. يعني في ناس تقول لك احنا بنستخدم شامبو ب 1000 جنيه وب 500 جنيه، كل دي داخل فيها بوتاس وداخل فيها مواد كيميائيه. هنغسل شعرنا بايه؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، احنا عاملين الشامبو بتاعنا من الزيوت الطبيعيه، يعني حضراتكم بتقدموا من نبات شامبو. الاتون. تمام. حاجات من المواد الطبيعيه. ممتاز. اللي هي ما بتاثرش على الشعر وتنظف الشعر وما تاثرش عليه. اصل هو ايه الشعر؟ احنا مثلا هنستخدم شامبو، صابونه، حمام كريم، زيت. احنا اللي يهمنا ان شعرنا حلو وبيلمع وكويس وكل حاجه من دي. ممتاز. ماشي. لو احنا استخدمنا الصابونه العشبيه مع الشامبو، بعد مثلا ما بنخرج من الحمام بنستخدم مثلا الزيوت اللي هي الطبيعيه مثلا ديت او كده مع مرس الشعر، دي بتقوي فروه الراس وبتمنعه. بس طبعا الشعر، كل شعر ليه مشاكل بتاعته، يعني في تساقط، في انسان بيقول لك انا عايز المع الشعر، كل حاجه ليها الوصفه بتاعتها. ممتاز ممتاز. يا دكتور منتجات هايله جدا جدا ومميزه جدا. طيب يبقى احنا كده في العالميه جروب بنحل مشاكل تاخر الانجاب، بنحل مشاكل الضعف الجنسي للرجال، وبنحل مشاكل التخسيس وايضا تساقط الشعر. في منتجات اخرى بتقدموها حضرتك؟ وحضرتك قلت لي في للقولون. في للقولون العصبي. ممتاز. ماشي. في عندنا ثلاث انواع من انواع القولون، في القولون الهادئ وفي القولون المنتفخ وفي القولون العصبي. مظبوط. القولون العصبي دايما بيجي للناس اللي هم بيتعصبهم او الناس اللي هم المدخنين. ايوه. يعني بقى في نسبه كبيره جدا من الناس دلوقتي بيدخنوا، 90% دلوقتي من الشعب المصري. كل الحاجات دي كلها بتاثر على القولون العصبي، بتعمل انتفاخ، بتعمل الام، بتعمل حاجات من دي. طبعا احنا عملنا حاجات كويسه جدا بالاعشاب برضو الطبيعيه للمشاكل القولون عامه. ممتاز ممتاز يا دكتور. اتفضل حضرتك. ماشي. بس اهم حاجه احنا لما بنيجي نستخدم العشب ما بنستخدمش معاه دواء، لان الدواء بيفسد العشب. بالظبط. الاثنين ما بيجوش مع بعض. بالظبط. خلاص بدات ناتشرال اكمل بقى حاجات طبيعيه. مظبوط. وزي ما قلنا ما بنحاولش اللي احنا مثلا نستعجل، يعني احنا ما نستعجلش في النتيجه.
مظبوط، اهم حاجه ان احنا بناخد الوصفه وبنمشي عليها بالطريقه اللي هي الصحيحه. ممتاز. مظبوط، ما ننتظرش بقى المده قد ايه، لا الوقت قد ايه، لا احنا بناخدها احنا بنلاقي نتيجه ممكن مثلا تحسن من اول اسبوع او اول 10 ايام. بس هي بتبقى سلو شويه او بطيئه شويه. بتبقى بطيئه شويه او كده. لكن ما بتاثرش على صحتنا في حاجه. بالظبط بالظبط. ما لهاش تاثير على صحتنا ولا تاثير على اي شيء. وبتحل لي المشكله في النهايه. وبتحل نفس المشكله اللي هي بتاعت الدواء بالظبط. بتاعت الكيميكالز بدون ما ناثر على اي جزء تاني في الجسم. مظبوط، لان احنا زي ما احنا متفقين الدواء بيصلح عرض لكن ما بيعالجش مرض. يعني يظبط حاجه، يظبط ممكن قولون لكن يضر وراه مثلا الكبد، يضر وراه البنكرياس. مظبوط، وده طبعا اخطر حاجه، يبقى احنا ما حليناش المشكله، احنا زودناها اكتر. بجد يا دكتور بنشكر حضرتك على المعلومات القيمه دي. الله يخليك. وحضرتك بتوعدنا بلقاء اخر للمشاهدين، وبنشكر حضرتك جدا. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء فقرتنا انتهت، بنشكر دكتور مصطفى علي رئيس مجلس اداره شركه العالميه جروب للاعشاب الطبيه. هنطلع فاصل وهنرجع على طول، استنونا.